تحدي، حابين نوصل رسالة للاعبنا الكبير الكابتن مؤمن زكريا، اللي كل الدعم ليه من جماهير النادي الأهلي، من أفضل الأجنحة الموجودة على الساحة المصرية، الجناح الهداف أرقامه بتتكلم عنه، وكمان المبدع فكري محمد عمل له فيديو يتكلم عنه. تعالوا نشوف فيديو مؤمن زكريا ونرجع تاني. إياك تقول ما خلاص الوقت فات يا مؤمن، كل جماهير النادي الأهلي بتدعمك، كل جماهير النادي الأهلي بتحبك، لأنك تستاهل بالفعل إنك تتحب. أنت خدت مواقف كتير مع النادي الأهلي، أهمها لما انتقلت للنادي الأهلي وهو ما كانش الفريق الأقوى في المرحلة دي من نادي الزمالك. مفتقدينك، وأكبر دليل إننا مفتقدينك أهدافك في نادي الزمالك. كنا نتمنى إن أنت تكون في مباراة السوبر الجاية، وكنا نتمنى إن أنت أكيد تفرحنا. ارفع راسك وقف، وهترجع أقوى من الأول إن شاء الله. ألف سلام عليك يا مؤمن، وشفنا الفيديو اللي كان ليه كمان امبارح معروض مع مهيب. عايز أقول لك حاجة مؤمن، مكانك في النادي الأهلي قد يكون محفوظ أو غير محفوظ على حسب ظروف الفريق، ولكن اللي عايز أقوله إن مكانك في قلوب كل جماهير النادي الأهلي يا مؤمن محفوظ، وإحنا مش هننسالك اللي أنت عملته، وإن شاء الله يا مؤمن نشوفك في أقرب وقت واقف على رجليك زي ما تعودناك دايما. كنت دايما بتعمل الاشاره بتاعتك ان انت ما بتسمعش حاجه وما نتمنى بتسمعش بالفعل ان هو ما يسمعش لاي نقد، ما تسمعش لاي حاجه يا مؤمن، اسمع لكل شيء ايجابي ان شاء الله باذن الله. ومش عايزينك تقول ان انت حاسس باكتئاب او متضايق، جمهور النادي الاهلي كله معاك وكله وراك، وان شاء الله يا مؤمن نشوفك قريب زي ما تعودناك دايما مبتسم باذن الله. ورساله لجماهير النادي الاهلي، مؤمن زكريا في اقل من 3 مواسم مع النادي الاهلي وهو بيلعب جناح احرز 40 هدف في الدوري المصري. اعتقد ده رقم كبير جدا بالنسبه للناس اللي او بالنسبه للاجنحه اللي بنشوفها في مصر. محتاجين ورساله، يعني انا اسف مش عايز جمهور السوشيال ميديا ده يزعل مني شويه الاهلاوي، احنا احيانا كتير بندعم في لعيب المنافسين وبنكبر من لعيب المنافسين وبنصدق اللي بيطرحه الجماهير المنافسه عن لاعبيهم، لدرجه ان احنا كنا وقت من الاوقات نتمنى حارس اوحد يكون عندنا، وبتبين الايام ان الدعم الجماهيري كان هو اللي رافع من معنوياته. عايزين نقف ورا لعيبتنا، نرفع معنويات لعيبتنا، عندنا افضل لعيبه في مصر حرفيا، لكن الفكره كلها ان لازم الثقه بتعلي من مستوى اللاعب، فلازم الثقه دي واقفه على جمهور النادي الاهلي. ادعم لعيبتك واحد واحد، وان شاء الله النتيجه باذن الله هتكون عوده الثقه للاعبين في انفسهم، ويقدروا يحققوا البطولات، ويقدروا يكونوا عند طموحات جماهير النادي الاهلي. فيا ريت جماهير السوشيال ميديا تحديدا، لان في مواقف زي موقف شريف اكرامي كان في ماتش من الماتشات، ليله الماتش كان على السوشيال ميديا مذبوح تماما، الجماهير راحت المدرج تاني يوم، دعم كبير جدا لشريف اكرامي اثر في حالته المعنويه، واعتقد شفنا بعد كده قدر شريف اكرامي يستعيد مستواه. فيا ريت دي رساله يا فارس تشترك معايا فيها، ان فعلا الدعم الجماهير اللاعبين، وفكره ما ينفعش ادعم لاعبين المنافسين على حساب لاعبين. واحيانا يا احمد بنشوف ان في مبالغه في تقييمنا للاعبين، لا، لاعب زي مؤمن زكريا زي ما انت ذكرته، حابب كمان اقول في الارقام الموثقه بركات يليه وليد سليمان، دول اكتر اللاعبين مشاركه في اهداف النادي الاهلي على مستوى الاجنحه، يليهم على طول مؤمن زكريا، فبالتالي ده تاثير فعال مع الاحتفاظ بفكره ان مده مؤمن زكريا مع النادي الاهلي اقل بكتير من كابتن بركات وكابتن وليد سليمان. في الحاجه الموثقه في الحديثه طبعا بالزبط. في كباتن عظيمه زي كابتن زي مصطفى عبده، طبعا لو في ارقام بتسجل يعني كان الموضوع بقى مختلف اكيد تمام. بنتمنى جماهير النادي الاهلي كل الدعم للاعيبي النادي الاهلي، كل الدعم للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي بقى وسيبقى بجماهير النادي الاهلي. نتمنى كلنا نكون بندعم في لعبتنا وبندعم باتجاه ايجابي للنادي الاهلي، وده هيجرنا لموضوع مباراة